والله بالكيوت كان قبل طول معاكم، جيتكم مرة ثانية. فاليوم حوريكم طريقة كيف تشغل ألعاب بلاي ستيشن على الأندرويد. فخلنا نبدأ. طبعا هحط لكم الرابط تحت لهذا البرنامج، فعرفت كيف احط الرابط. تضغطون على أول خيار، بعد ما تضغطون على أول خيار تضغطون داونلود، بعد ما تضغطون داونلود طبعا تضغطون كليك هير، في زر هنا اسمه كليك هير. بعد خليني أوريكم، داونلود هي كليك هير. خيار مكتوب تحميل انا مش هبي التكت، وتضغطوا الداونلود، لكن انا هحط سنت. طبعا سوف تعرف كيف احط لكم الرابط، احط لكم الرابط حقه في الوصف. إذا هو تضغطون هاي الأزرق الغامق اسمه أجري أو أجري، تضغطونه أيوة، تضغطون طبعا سكيب هنا إكس. طيب هاي هنا طبعا تدوسون بلاي، هي تحت هي شيء اسمه بلاي، ما تلاقون شيء ولا لعبة، لكن اضغطوا على الجيمز، تضغطون اي لعبة تبونها مثلا سوبر ماريو، تضغطونها داونلود، وتضغطون الخيار اللي فوق الازرق، بعدين تضغطون داونلود، بعدين تطلعون من اللي حط لكم اياه. المهم او هي تتحمل اللعبة، بعد ما تتحمل اللعبة تطلعون من الجيمز عفوا، تطلعون من الجيمز وتدخلون على البلاي، تدوسون وحتكون اللعبة شغالة، لكن انا لسه ما تحملت عندي. هي تعال كومبليت، هاي اضغط بلاي، اضغط سنجل، خلاص كذا حتكونوا شغلتوها. لكن في منهم خربانين، يعني في منهم في العاب ما تشتغل، فخلنا نشوف دي تشتغل. هاي ما تشتغل. طيب تحملون اي لعبة، المهم وفي منهم يشتغلون وما يشتغلون لألعاب البلايشن. فيب بس كان هذا اليوم، فانا هحمل لعبة ماريو، تعرفون دقيقة بوريكم اياها. ماريو ما اعرف تكملتها وش اسمها كامل. ماريو ماريو ايوه ماريو بروس كيت، وتضغطون زي ما قلت لكم تتحمل. بس شباب كان هذا عندنا اليوم، سهلة جدا، ومثل ما تشوفون وصلنا نهاية الفيديو، فأتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك. أنا محمد، يلا مع السلامة.